الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. كما تعلمون اليوم فاتح ماي وهو اليوم العالمي الأممي للعمال اللي جينا احنا كاتحاد وطني الشغل المغرب نحتفلوا به في هذه المسيرة المركزية بمدينة الدار البيضاء. هناك مسيرة مركزية كذلك في ولاية الرباط وجميع الجهات ديال المملكة تحتفل بهذه الذكرى بهذا اليوم العمالي. وكما تسمعوا بأن جات شغيلة هنا لاستطاع بصوتها بأعلى صوت لتعبر عن امتعاضها من الاستهداف الذي استهدفته مع هذه حكومة استحقاقات 8 جوتمبر 2021 والتي أفرزت حكومة زواج المال والسلطة، حكومة ديال تضارب المصالح. جاءت هذه الحكومة بشعار الدولة الاجتماعية، ولكن في حقيقة الأمر كنشوفوا المستهدف في رزقه وقوته واستقراره المالي هو المواطن والشغيلة. ولذلك حتى من جهة الحوار الاجتماعي ودارت الزيادة فهي زيادة مدلسة، لأن ما سيعطى باليمين سوف يؤخذ باليسار. قد يستفيد هذا الأجير واحد بضعة شهور، ولكن غادي الإصلاح ديال التقاعد غادي يتم مصادرة هذه الزيادة. ولذلك احنا في الاتحاد الوطني خاصة في هذه السنة جئنا لنقول لا للزيادات والغلاء، لأن لا يمكن أنك تحل مشكل ديال واحد فئة محددة ديال 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 المواطنين اللي هما كيشتغلوا سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، وتخلي الملايين ديال المغاربة بدون معالجة. احنا من باب أولى أن ترجع الأثمنة لإساء بقعادها، ولكن الرسالة لسلطة الحكومة دابا أنه لا عودة للأثمنة السابقة، لا عودة إلى مستوى ديال العيش الذي فيه متناول جميع المواطنين. احنا دابا حكم علينا أخنوش باش أننا نمشيو عايشين بهذا المستوى ديال العيش اللي تفرض عنا ديال الغلاء. غادي تواكبوا واحد الفئة قليلة ديال المواطنين اللي هما كيشتغلوا في القطاع العام، المؤسسات العمومية والجامعات المحلية والقطاع الخاص، بعض القطاع الخاص ليس كله، ولكن باقية الشعب غادي تسوفري مع هذه الحكومات. ولذلك اخوان حنا نكون، والنقطة الثانية اللي بغيت نتكلم عليها هو أن الاستهداف هذه السنة لم يأتي عن طريق الجيب ديال المواطن، ولكن جاء كذلك حتى في استقراره وأمنه الروحي. حنايا جينا جوج حوايج اللي كيتزامنوا هذه السنة هو ديال مدونة ديال الأسرة. حنا نقول لا لاستهداف أسر دينا، لأن الأسر والدين هما من اش نقول لو سيمون اللي كيجمع المغاربه كاملين. حنا مجتمعين، علاش مجتمعين؟ كيجمع بيناتنا الدين، وكيجمع بيناتنا على مستوى الاسره. ملي كتجي تخرب الاسره وكتخرب الدين الجامع لهذه الامه هذه، تقدر تستهدف هذه الامه من طرف الاعداء ديالها. ولكن شي واحد من بين جلتنا اللي مالوريزمون واش بغباء ولا مسخرين باش يستهدفوا هذه الامه هذه التي العمر ديالها قرون، تمتد لاكثر من 12 قرن هذه الدوله هذه. وهناك مندسين بغاو يخربوا هذه الدوله. حنا نعيشوا في هذه البلاد بشعار الله الوطن الملك، الله يعني ديننا الاسلام، الوطن بترابه وبحدوده الجغرافيه الحقه كما يقول الدستور، وبملكنا امير المؤمنين. ولذلك احنا نطمئن بحكم ان ملك بلاد اعطى توجيهات ساميه باش ما يتمش الدين ديالها، خاصة النصوص القطعية الدلالة والثبوت. واحد تيجي اجتهادية في القرآن، واش تأخر من سيدي ربي؟ الله سبحانه وتعالى قال وجيت تدخل، واش تأخر من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يجب علينا احنا كاتحاد وطني، كنقابة، كمكون من مكونات الدولة يسعى إلى أمن واستقرار البلاد، أن نقول لا، أن نصمد في وجه التغول الذي نفد إلى أجهزة الدولة في جميع المناحي على مستوى الجهات وعلى مستوى المركز. وجينا احنا كتنظيم يثق فينا الشعب، نسيو هذه المسيره والعدد ديالها والزخم والانخراط ديال الكل فيها الا دليل على ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا لك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في الاتحاد الوطني للشغل المغرب نخلد العيد العمالي الاممي تحت شعار مستمرون في النضال من اجل العداله الاجتماعيه ودعم القضيه الفلسطينيه. طبعا هذا العيد هذه السنه ياتي في سياق اجتماعي متأزم يضرب القدره الشرائيه للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يؤثر سلبا على حفظ مستوى العيشي الكريم للمواطنين والمواطنات. ياتي ايضا في سياق استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني الابي،
يأتي أيضا في من خلال الاتفاق الأخير للحكومة الذي خرجت به والذي لا يناسب تطلعات الشغيلة من مناضلين ومناضلات وعاملين وعاملات وموظفين وموظفات ومستخدمين ومستخدمات، ولا يناسب أيضا تطلعات ورهانات الدولة الاجتماعية. يأتي أيضا في سياق فتح ورش تعديل مدونة الأسرة، والذي نحن كاتحاد وطني الشغل المغرب قدمنا مذكرة اقتراحية في هذا الإطار، حيث نؤمن إيمانا باتا بأن استقرار الأسري يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية. شكرا لكم. رحيم مخشان صديق عضو المكتب الوطني لاتحاد الشغل المغرب. اتحاد الوطني للشغل المغرب يخلد اليوم الاحتفال بفاتح ناي في ظل تغول الحكومه والاقصاء ديالها الممنهج لبعض النقابات المبتله ضاع على المستوى الوطني، وهذا الاتفاق الاخير اللي قامت به الحكومه فهو حقيقه كان اتفاق ناقص، وجاء يعني تغطيه على مجموعه من السياسات الفاشله للحكومه في المجال الاجتماعي، خصوصا على مستوى الحمايه الاجتماعيه والتقاعد الذي يعني يطبخ في غلف مظلمه واللي غيكون فيه يعني مس بالمكتسبات ديال الشغيله المغربيه. والاتحاد الوطني المغرب يعني يندد بهذا الاقصاء ويندد بهذا العمل يعني داخل الغلف المظلمه في هذا القطاع، لان التقاعد فهو يمس شريحه كبيره ديال الطبقه العماليه، وبالتالي يجب الحفاظ على المكتسبات مهما كانت الاصلاحات. يجب الحكومه ان تتحمل القسط الاوفر ديال الاصلاحات وليس يعني الشغيله ديالنا على المستوى الوطني. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. عبد الكريم بريكي الكاتب الجهوي ديال الاتحاد الوطني للشغل المغرب بجهه دار بيضاء سطات. اولا حنا كنحتفلوا هذه السنه كما تعلمون بالشعار ديالنا اللي هو مستمرون في النضال من اجل العداله الاجتماعيه، لان كنلاحظوا ليست هناك عداله اجتماعيه بالنسبه للموظفين ولا بالنسبه للمستخدمين. فكاين طبقات، كاين واحد الهوة كبيرة بين المستخدمين، كاين المستخدمين اللي كيتقاضوا واحد الأجر اللي هو كبير جدا، ولكن هناك مستخدمين اللي لحد الآن ما عندهم الزيادة، كاين اللي باقي الآن. العيالات ديال النظافة راه عيب وعار، عيالات ديال النظافة 14000 14000 في الشهر، وهذا عيب وعار. وكيخدموا في مؤسسات عمومية، ماشي في مؤسسات عمومية، في مؤسسات عمومية. حنا كنعرفوهم. كاين الناس ديال الحراسة اللي باقي الآن كيتقاضوا 2000 درهم، وهذا عيب أيضا وعار. كاين الناس اللي تم التسريح ديالهم داخل جهة الدار البيضاء سطات، ولذلك فنحن في هذا الحوار الاجتماعي ما دخلوناش، لأن عرفونا غادي نقولوا لهم الصراحة وغنقولوا لهم المعقول، وما غنتمهاوش معاهم كباقي النقابات التي تماهت مع هذه الحكومة واللي ما كتقولش الحقيقة ديال فيما يخص الشق الاجتماعي والشق الاقتصادي. جهه دار بيضاء سطات تسريحات بالجمله وسيروا الاحياء الصناعيه وغتوريكم بان مجموعه من الناس كالان كيتظاهروا امام مجموعه من الشركات التي اقفلت في وجه اليد العامله في جهه دار بيضاء سطات. كما نقول ايضا أن هذا الحوار الاجتماعي هو مغشوش، لأن مجموعة من الطبقات لم تصلها هذه الزيادة الأخيرة، ولن تصلها هذه الزيادة، وخاصة في القطاع الخاص. أنا كنقول لكم القطاع الخاص جد 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 متدهور، ولذلك فخص الحكومة تنتبه لهذا الشيء، وخاص السلطات الإقليمية والجهوية تنتبه لهذا الشيء. علاش كنقولوا هذا الشيء؟ لان مجموعه من الناس ما غاديش يوصلها هذا الخير اللي قالوا ديال الزياده في الاجور. والسلام عليكم.